ضيفتي وضيف حضراتكم سعادة السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء. سعادة السفيرة هتكلمنا طبعا بصفات اللجنة اللي هي مسؤولة عن الهجرة، وباعتبار ان الحدث اللي هو كان حدث رأي عام الغرق اللي حصل ده، وباعتبار ان موضوع الهجرة غير الشرعية بقت يبدو انها بقت تجارة، يعني بقت لها دولة منظمة لها خارج على القانون في كل دول العالم، زي دولة المخدرات، زي دولة السلاح، فبقت مسألة فوق طاقة أي بلد الحقيقة. والمسألة بنتكلم على حوالي 4000 واحد وفقا لتقديرات الأمم المتحدة غرقوا في محاولات الهجرة غير الشرعية. بنتكلم على حوالي فلوس اتدفعت حوالي قرب 7 مليار دولار في السنة اللي بيقبضها المافيا اللي بتعمل هذا الهجرة ديت. بنتكلم على حدوتة بقت مؤرقة جدا وشاملة، داخلة طالعة من افريقيا كلها اتجاه اوروبا، او من امريكا الجنوبية او الوسطى اتجاه امريكا الشمالية، يعني الحكاية ماشية هنا وهناك. قبل بس من مع سعادة السفيرة ما التقي معاه، الحقيقة كان سيادة الرئيس النهاردة اشار النهاردة في خطاب النهاردة لنقطة معينة على العلامة العشرية او فلوس الفكة اللي بتتكلم، وده مشروع الحقيقة كان مقدمه الدكتور ايمن ابراهيم محاسب، وهو كان المشروع ده احنا عرضناه سنة 2012، وعملنا حلقه 2013 مع الدكتور ايمن ابراهيم. ويعني الدكتور ايمن ابراهيم يعني ربنا يعفو عنه ويشفيه لانه جاله جلطه وظروفه الصحيه، انما هذا المشروع يقدر يعمل حوالي 60 مليار جنيه في السنه، لان كل كسر جنيه، ويمكن النقطه دي هتناقش مع سعاده السفيره فيها برضو، كل كسر جنيه في معاملاتنا في البنوك وفي الكواتير الكهرباء وفي الغاز وفي السوبر ماركت والكلام ده، كل كسر جنيه ده ممكن يروح لصالح الدوله. فانا حوري حضراتكم وافكر حضراتكم بهذه المساله خلال دقيقه واحده بالظبط اللي هنشوفها مع دكتور ايمن ابراهيم في 2013، لان هذا المشروع كان باسمه ودي الفكره فكرته، ويجب ان ترجع الامور للصفحه. الموضوع ببساطه ان احنا بنتعامل مع بعض كل يوم ما بين بيع وشراء ومشتريات، احنا ببساطه في كل تعاملاتنا بيحصل في كسر الجنيه، يعني 166 قرش 166 جنيه علامه 22 قرش علامه 82 قرش في تعاملي انا بسيبها للبايع او البايع بيسيبها لي. احنا اللي فكرت فيه ان لو احنا جبرنا الجنيه، يعني العمليه اللي ب 116 جنيه انا هدفع 117، الكسر الجنيه ما تحت ال 17 وبين ال 16 ده بيمثل في اجمالي تعب خمس عمليات من تعاملات الشعب حوالي 55 مليار جنيه. الخمس عمليات اللي هم ايه؟ اللي هم على سبيل الحصر الكهرباء، تعاملات البنوك، تعاملات البورصة، تعاملات الموبايل والتليفونات، الخمسة التعاملات المختلفة اللي هي الهايبر وغيرها. تحت رئاسته يعني من باب الأدب. ده كان جانب من الحلقه اللي زناها 2013. عايز اقول ان العلامه العشريه او كسر الجنيه دي فكره الدكتور ايمن ابراهيم، ربنا يشفيه وادعو يعني يا ريت حضراتكم تدعوا له بالشفاء. دي فكرته، وفكره يمكن هنناقشها بصفتها مع الدكتوره نائله بعد ما نتعرض لموضوع الهجره غير الشرعيه. نرجع بقى للدكتوره نائله. مساء الخير يا دكتوره. احنا هنا مش حاسين ان المساله الهجره غير الشرعيه ان هي يعني مساله عمليه منظمه، ويعني وبقت المساله فوق طاقه اي دوله النهارده في تنظيم هذا العمل. وده مش معناه ان احنا نترك الناس هنا عندنا من غير حساب، انما عمليه منظمه. يا ريت حضرتك تحطينا في الصوره من الموضوع ككل ومن المشكله ككل باعتبار حضرتك رئيس اللجنه الوطنيه لمكافحه هذا الموضوع. زي ما حضرتك قلت عن حق ان هذه جريمة منظمة عبر وطنية. شايف حضرتك جريمة منظمة عبر وطنية، يعني الجماعات التي تدير مثل هذه التجارة المربحة زي ما حضرتك قلت التي أصبحت تتنافس مع تجارة السلاح والمخدرات، بتحقق مليارات وبتحقق ضحايا. حضرتك قلت في غرقة 4000، مش كده برضو؟ فبالتالي يجب أيضا أن تكون مواجهتها من خلال تعاون على الأقل يعني إقليمي في هذه المرحلة، يعني الدول المشاطئة البحر المتوسط تتعاون مع بعض، تبادل معلومات، تبادل تقنيات، كل هذا بيبقى مفيد. فبالتالي لا توجد دولة تستطيع أن تحلها أو تحل توجد كده أيوة حلول لهذه المشكلة بمفردها طبعا.
فالموضوع يجب أن يكون متكاملا، ومن أجل ذلك الأمم المتحدة عملت مؤتمر رفيع المستوى في الجمعية العامة، ده لأن الموضوع بيتجاوز قدرات الدول، بيتجاوز حدودها في ذات الوقت. طيب الحادثة الأخرانية دي يا فندم حضرتك تقريها إزاي؟ أقراها بصراحة عشان بدون مجاملات، يعني احنا تجاوزنا مرحلة الحزن والبكاء على الضحايا، كلنا تأثرنا بكينا وعزينا أنفسنا قبل ما نعزي الأسر. وبعدين في ناس انفعلت قوي، وفي ناس كلمت عن المسؤوليات، وفي ناس قالت لا ده الناس دي مش ضحايا، ده يجب أن يعاقبوا، غيروا القانون وحطوا عقوبة للمهاجرين غير الشرعيين. في ناس بقى اتكلمت عن مسؤوليات الدولة، في ناس اتكلمت الحكومة، في كل هذه الموضوعات بصوت عالي وبعصبية. اتكلم بقى بهدوء. نعم. اتكلم بهدوء. ان هذا الموضوع يستدعي ان احنا نولي اولويه. بالرغم من ان مصر دولة مصدرة للهجرة غير الشرعية، ترانزيت، دولة ترانزيت، ودولة مستهدفة من الهجرة. اوكي؟ فاحنا فينا ثلاث حالات. دولة مصدر، دولة ترانزيت، ودولة مقصد. انا اسف انا تعبانة قوي معلش. انا صاحي من الساعة 6 الصبح وبتكلم طول النهار فده كتير. ففي كل ده بالنسبة لمصر. وبالتالي احنا اما نيجي نقيم الموضوع هنقيمه ايه؟ هل نقيم الخطر اللي جاي من الجنوب ولا الصادر من عندنا؟ طبعا ارواح المصريين مهمة جدا، غاية في الأهمية، أي حياة مصري غالية عليه. أي إنسان عموما. عموما. لا احنا كمصريين أبنائنا غاليين علينا، ويجب أن نحميهم من المستغلين. من أنفسهم. عليك نور. فديت دي مهمتنا. مهمتنا بالنسبة للمستغلين وتجار الموت في قانون. القانون ده جاهز من يوليو 2015 وافقت عليه الحكومة وتراجع من مجلس الدولة، ورحنا البرلمان أثناء أجازات الصيف، رحنا ثلاث مرات وحصلت فيه حوار أولي وموافقة من حيث المبدأ، وبعدين هنخش أعتقد بكرة أو غدا في دراسة المواد مادة بمادة توطئة اعتماده من البرلمان. ده حيد مجلس النواب، ده حيد سند تشريعي قانوني نتسند له احنا كمجتمع، احنا كدولة، بحيث ان احنا نستطيع ان نواجه. ما كانش عندنا يا فندم. لا احنا درسنا، احنا على فكرة اللجنة دي منشأة بس من سنتين ونص. اول حاجة عملناها درسنا كل القوانين المصرية، لم نجد فيها نص يجرم هذا الموضوع. لا، ودي بقى مشكلة تخليني انا ابكي اكتر على اللي ماتوا الايام دي. ايه الجريمه اللي هتتوصف للمجرمين اللي يتم الاستدلال عليهم؟ قتل خطا، ما اعرفش، انا مش قانونيه، انا يعني دبلوماسيه اصلا بتاعت حقوق انسان، فالقانونيين الحقوقيين يقولوا لك ايه بقى الموضوع. القانون اتعمل وفقا للأسس المضبوطة، بمراجعات، بقراءة للتشريعات المصرية، وإيه يعني مش عايزة أقول النواقص، الثغرات اللي كانت موجودة بنسدها بالظبط. شكرا. وبعدين إيه التزاماتنا الدولية أيضا، التعاقدية الدولية في هذا الخصوص، وإيه أيضا اتفاقات حقوق الإنسان اللي مصر انضمت إليها، لأن في حقوق ناس اللي بتطلع من عندنا أو بتجيلنا. فالقانون موجود الحمد لله، وده هيكون سند. تمام. في أيضا حاجات أخرى بقى لو حضرتك تحب إن احنا نكلمك عنها. اللجنة يا فندم لجنة تنسيقية زي ما حضرتك قلت عن حق، لسنا أداة تنفيذية. دي برضو الناس يعني بيسألوني أنت ما رحتيش رشيد دي؟ أنا ماليش سلطة،
ماليش صفه، يا ريتني اقدر احل. لا انا عندي سلطه في الناحيه التنفيذيه، ولا انا مجلس الشكاوى زي مجلس حقوق الانسان اتلقى شكاوى. لا ده انا لازم كلجنه، بقول انا لازم نضع تشريعات، نراقب يعني او نقيم تنفيذ التشريعات، نقترح سياسات، نقترح برامج، نعمل توعيه، ننسق بين الدوله، وده اللي احنا عملناه بين اجهزه الدوله. احنا عندنا 18 وزاره وهيئه اعضاء في اللجنه، وعندنا مجلسين لحقوق الانسان، وبنظر يعني وبتمنى، واتفقت مع دكتوره مايا مرسي امين عام مجلس المراه، ندخل مجلس المراه باعتبار ان في عنصر خاص بالمراه في هذه الموضوع، في هذه الموضوعات ده ابتدى يبقى ظاهر في الاونه الاخيره، لو عندنا وقت نبقى نتكلم فيه، وان كانت الظاهره في مجملها ظاهره ذكوريه. فاحنا عملنا الواجب بتاعنا كتشريع، خلصناه. احنا عاملين حمله اعلاميه وحمله توعيه كان وافق لنا عليها وعلى اطارها السيد رئيس مجلس الوزراء في مايو الماضي، وانا سلمته برضو تفاصيلها بالامس، زي ما سلمته له او لسيادته اول استراتيجيه كامله متكامله للدوله بالنسبه لمواجهه الهجره غير الشرعيه من خلال التنميه. عايز تفاصيل عن الاستراتيجيه حضرتك؟ هو قبل ما نوصل للاستراتيجيه بس انا عايز اوصل حضرتك في السنتين دول اكيد يعني قريت كتير قوي او قعدت تذاكر كتير قوي عشان تعرفي ايه الحكايه. ايوه فندم. ايه اللي يدفع شاب لا درسنا طبعا ايه اللي يدفع شاب انه يدفع 50,000 جنيه او اكتر ويطلع في رحله غير مامون عواقبها؟ هيوصل سليم ولا لا؟ وان وصل هيسيبوه يخش ولا لا؟ يعني الفكره ان حتى فلوسه في الهواء وحياته في الهواء. ايه اللي يدفع يعمل ده تبقى الحقيقه وليس صحيحا بس عشان خاطر اللي بيقولوا ان طالعين، لان طالع ده الوظائف دي اللي بيتكلموا عليها، اصل مش طالع عشان يمسك مدير بنك هناك، ده هو طالع مؤقت عشان يشتغل اي حاجه. طيب ما احنا النهارده واقل من اي حاجه ما احنا عندنا هنا النهارده في المشروعات الكتيره دي، هو انا ده بلمسه حقيقه. ناس تقول لي عايزين شغل، فاتصل لهم بحيث ما يروحوا الشغل مش عايزين يشتغلوا، الناس مش عايزه تشتغل. ايه الحكايه بالظبط؟ ايه اللي بيدفع ده وايه اللي بيوديه وايه الاغراء؟ وازاي احنا هل احنا مثلا في ازاي حتى حصلت رشيد اللي هي مكان الحادث ده 400 واحد جم على بالك كده؟ الله، هو الشط ده تأنيل، ده النيل لما بيجي لحد يروح على المرسى اللي قدام التلفزيون العسكري بيقول له انت معاك فين ورايح فين ومعاك تذكره ولا لا؟ دول عدوا كده ما حدش قال لهم انتوا رايحين فين ولا جايين منين؟ بس الاول عايز اعرف عليها دي الدافع الاول. ايه الدافع يا فندم؟ طب اقول لسيادتك، اقول لسيادتك احنا اما جينا نعمل استراتيجيه حاولنا نبحث عن ارقام. احنا حتى كلمنا الجهاز المركزي التعبئه العامه والاحصاء سياده اللواء ابو بكر ما عندوش هذه الارقام. طبعا جريمه تحتيه صعب انك تعرف ارقام، تقدر تعرف ايه؟ ضبطيات حرس الحدود دي عندنا من المتحدث العسكري، وبنحصر مثلا من مارس للنهارده اظن في 10,000 عايزين نروح لا اتمسكوا مسكور. مصريين وغير مصريين لو عايزين يعدوا حدود من كله هجره غير شرعيه مصريين وغير مصريين، دي وفقا للمتحدث بنجيبها من على الانترنت وان كان اللي هو رئيس ال شؤون المعنويه ايوه، وعدنا انه يبقى ايه يوافينا بالمعلومات عشان تبقى يعني موثقه دوكيومنتد عندنا، يعني احنا لجنه لازم نبقى مرجعيه ويبقى عندنا ارقام. فاحنا عملنا دراسه تؤدي الى وانا بكره انا عشان كده مشغوله قوي يعني، ومعلش جيت لكم برضو بالرغم من ان المكتب كله مشغول وقاعدين بيشتغلوا سايباهم، ان بكره بنعرض اول دراسه ميدانيه عن محافظات مصر الاكثر تصديرا للهجره غير الشرعيه للشباب من 18 ل 35 سنه. في 11 محافظه فيها قرى معينه هم دول الاكثر تصديرا للهجره غير الشرعيه. قرى بعينها يس يعني انا ما رحت القليوبيه في كفر الجمال دي معروفه كلهم تجدهم عندهم كده هوس بالهجره غير الشرعيه ما بيفكروش غير في كده. دي فبيبقى تحريض مثلا نوع من هم بيحرضوا نفسهم او غيره او تقليد. فانا هقول لحضرتك، حضرتك بقى سالتني ليه؟ معلش انا جايه لك بقى في الكلام. ليه بقى؟ ده السؤال. هذه الدراسه الميدانيه خبراء بقى من مركز البحوث الاجتماعيه والجنائيه كلفناهم
واخدت ميزانيه اللجنه يعني الكلام ده. اه والله الحمد لله يعني على الستر. ربنا يسألهم ويعوض عليكم. والله الحمد لله بس جت في وقتها يعني، لان في ناس قالت يعني زملاء افاضل لك في قنوات اخرى فين الحكومه دي؟ فين الدراسات؟ انتوا ما عندكوش دراسات؟ انتوا لا 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 احنا عندنا احنا عندنا دراستين، واحده عن الشباب واحده تانية غير عن الاطفال غير المصحوبين، عندي الفوليومز يعني ما شاء الله حاجه عظيمه. اما درسوا بقى الناس بتوع علم الاجتماع الباحثين وراحوا بقى بالاوراق بتاعتهم بيسالوا كويستيونير وكلام من ده، فوجدوا الاتي: الناس اللي بتسافر مش تحت خط الفقر، مش فقر مدقع، احسن من كده. حضرتك قلت انهم بيقدروا يدفعوا 30,000 الى 80,000، بس بصراحه ما بيدفعوهاش كاش مره واحده. بيدفعوا مبلغ والباقي كمبيالات والباقي بعد ما يوصلوا والباقي حد قريب يدفع يعني شغلاني. ده فهمي في قراءتي وفي الدراسه دي، فهمي من الناس. في ناس بتبيع بيبيعوا الذهب لا مش فهمي من الدراسه فقط، من اللي اتقال من رشيد من مأساة رشيد سمعت الناس بيتكلموا وهم صادقين هيكذبوا لي. لكن في ناس بتبيع حتة أرض بتبيع ذهب وإلى آخره، بيسافروا ليه؟ العنصر الاقتصادي يعني في ضائقة اقتصادية بنمر بيها كبلد، بدنا نعترف هي دي مشكلة كل البلاد مرت بيها، دي إنجلترا بعد الحرب الثانية وده وده وده، كل الناس ما بتمر وبتنهض بتنهض، دول بتنزل في الارض بتنشا من اول يعني معلش. فالجزء الاقتصادي بالسياحه بكل بقى الموضوع ده اللي احنا حافظينه يعني في خانقه وفي طموحات الشباب في تطلعات دلوقتي، حتى لو قعدت في الريف هتشوف في الميديا هتشوف بقى ناس فيلات وناس بيسينات وحاجات من دي، برضو حاجه بتخلي العقل يشت. تمام. ففي برضو العالم الجديد المعاصر باتصالاته مفتوح ده كله مفتوح برضه بتخلي الناس تفكر مرتين. عند حضرتك شويه اعلانات مستفزه لما بقول لك الحق لا التمثيليات تمثيلها ما علينا. في حاجه تانية كمان، في عنصر ثقافي وعنصر اجتماعي على طول كده زي ما قلت لحضرتك، في الكوره كلها عايزه تطلع تهج كده ليه؟ بقى هم اكبر محرضين لانفسهم. لا لان في ناس سافرت ورجعت وجابت وبانت والعمار بقى في الأجنبية العمار بقى غالي جدا. الارض بقت غاليه والشقق بقت غاليه كله بقى، حتى بيقول لك المهر والشبكه بقوا غاليين نتيجه لذلك. فده عنصر ايه؟ اجتماعي. في عنصر ثقافي بقى، الناس بتقلد بعضها يعني تقليد، بقلد جاري الست جارتها عملت كحك لازم تعمل كحك، طريقتنا احنا كمصريين بقى نعترف يعني طابع قومي مش مشكلة بس لازم نطور. حاجة تانية بقى، في حاجة مهمة قوي اللي هي ثقافة العمل، دي بقى مش عندنا. شوف اليابانيين، شوف جنوب شرق آسيا، يعني احنا عندنا قيمة العمل ايه؟ فلوس، بيجيب كتير يبقى كويس، ما بيجيبش كتير ده خلاص. طيب واجهة اجتماعية برضو يبقى كويس، هي الاتنين، يبقى واجهة اجتماعية ويبقى بيئة قاعد على مكتب يا بيجيب فلوس. انت دلوقتي اللي بيعرض على الشباب حاجات محدوده في العائد بتاعها. بالظبط كده، ما انا بتكلم عن هنا يعني. انا عارفه ان في مبادره اللي هي مبادره التوظيف اللي احنا عاملين لها لينك على الصفحه بتاعتنا اسمها ناب الابريفيشن بتاعتها، مبادره التوظيف تدي لاصحاب اللياقات الزرقاء يعني العماله الفنيه امكانيه انهم يلتحقوا بشركات زي الشركات الالمانيه اللي موجوده، و 1200 1400 1600 يعني بكثير. افاق اخرى بحدود ثانيه المبادره دي افندم، افاق اخرى بطرق وابواب جديده عليها بقى، في عندها عروض بكذا الف يعني في العدد، واللي تقدموا قليلين جدا لانهم بيقول لك لو اشتغل على توك توك احسن، واروح ليه واصحى من بدري ليه وهاخد ايه منهم. دي وجهه نظر. طيب حاجه تانية وجهه نظر اخرى بالنسبه للعمل، انا ده اقل من شهادتي او اقل من طموحاتي. احنا كمان كمصريين وانا منهم
ما اعرفش اعمل بزنس، يعني ما اقدرش ابقى زي السوريين اعمل مشروع اقتصادي، اعرف ابقى موظف حقيقي. ما احنا كده مصريين، لكن شوف السوريين ربنا يبارك لهم. فكل ده بقى مع بعض اسمه بوش فاكتورز. في بول فاكتورز بقى من الناحيه الثانيه بقى شد جذب منهم يعني للصغار اكتر منها للكبار. دي بقى لو عندنا وقت هنتكلم فيها. لكن في طبعا بلد حلوه نظيفه اليورو يساوي، لو حتى همسح الارض هاخد ومحدش هيشوفني. احنا عندنا ازدواجيه، عندنا ازدواجيه اللي في الخفا اوكي، لكن حاجه هنا هو حد اشتغل في مطعم او اشتغل في كافيتيريا، الاهل يقولوا ايه، خطيبتي تقول ايه، نسايبي يقولوا ايه. دي عندنا بقى الحاله. يا ست السفير احنا معقدين، عندنا عقد كتيره والله. لا يعني هي التعليم مش ناجح، هي تراث، ما غرسناش قيمه العمل. ما غرسناش قيم حلوه. ما غرسناش ان الدنيا يعني في، انا اشتغلت بره يعني الشاب يشتغل عشان يدرس صح؟ حتى لو كان منين؟ اوكي؟ يشتغلوا من اول بيبي سيتر لغايه كذا بيشتغلوا لرعايه الاطفال يعني في ساعات معينه. وبعدين اتدرب، بعدين اغير من هنا، اروح هنا اعلى. اكبر واحده واحده. واحده واحده، لا احنا عايزين يا يعني اما نمشي كده اهوت عمياني في طريق معين، يا اكسب بسرعه واجيب القرشينات واعمل بيهم البيت واقعد على القهوه. انا ما بنتقدش، انا مش ضد الشباب، انا محبه للشباب وشباب بيحبني، وقعدت معاهم في محافظات وقعدت في ملتقى الشباب هنا اهوت في وزاره الشباب، وعارفه مقدره ظروفهم. ها بس يعاونونا واحنا نعاون. انا كنت قاعده يعني نقول اخبار كويسه بقى ولا؟ اتفضلي. طيب النهارده كانت عندي المديره الاقليميه لليونيدو، منظمه الامم المتحده للتنميه وللصناعه. بنتكلم بقى عن مشروعات ازاي نستخدم الزراعه في مصر ونطورها كمنتج ناتج من حيث الحجم، من حيث الكيف، من حيث الاستخدام اللي هو بروسيسنج. ازاي اصنع الزراعه؟ ازاي الطماطم مثلا تصنيع زراعي بالظبط. ودي هتنفع في الريف، لان برضو هم عن حق الشباب، لان الارض الزراعيه بقت اقل. ما احنا حضرتك قلت اما كنت في الاستراحه مستنيه البرنامج، حضرتك عن حق، برافو عليك، ويا ريت الاعلاميين ينبهوا. التضخم السكاني ده كارثه، ده بيقضي على مصر، بيقضي على اي مشروع. يعني رئيس الجمهوريه يعمل مشاريع كويس جدا، لكن ده بيلتهم اي مشروع، ولازم ننبه الى ذلك. فالارض الزراعيه بقت اقل منا، اقل من احتياجاتنا بالظبط. وبالتالي لازم نفكر ازاي نعظم العائد ونستخدمه. ثانيه يا فندم، كملي حضرتك. الست بتاع الامم المتحده بتاع المشروعات الزراعيه بتشتغل في هذا. وقالت لي اقدر. هل هم مقدمين مشروعات؟ انا كنت بتكلم معاها لاول مره. بشوف يعني اشوف ايه الامكانيه. ان انا بشتغل مع اكيسه كتير، يعني انا تاريخ يعني كدبلوماسيه اعرف اشتغل في المنظمات الدوليه دي، يعني شغلتنا. فكنت بشوف ايه الامكانيات، وقالت له كانت سعيده جدا، قالت لي طبعا احنا بنشتغل ونقدر ونعمل في الريف ونقدر نساعد في التصنيع. انا حتى كنت بقول لها تيجي نعمل وركشوب كده، ورشه عمل، ونقول للشباب نطلع حاجه اسمها مصنع افكار. مش هم مش قادرين يفكروا في البدائل، ما نفكر لهم في البدائل، نديها لهم جاهزه. يعني هعمل هنعمل ايه؟ على فكره مش شغلتي. لكن اهو الواحد من يعني من حزنه ومن خوفه على الشباب. ده جزء من شغلتك. ما انت حضرتك بتحاولي تمنعي الهجره يعني الصراحية. بنحاول، ما احنا لو خلقنا فرص عمل ده جزء من منع او من مقاومه يعني. لا ده اكيد، بس يعني مش ان احنا نشوف ايه هي فرص العمل. فده اللي موجود في الفتره ديت. عارفين هم عايزين يسافروا ليه، وعارفين كمان ان التجار بيروحوا يخبطوا على كل بيت ويقول له ما عندكش فلوس دلوقتي، اكتب لي كمبيالات لما توصل. بيخبطوا، بيبعتوا صبيانهم يعني انجاز التعبير، عشان على البيوت عشان يجيبوه. مش امبارح واحد كان بيحكي على في احد القنوات ان اخوه اللي سافر
كان مسافر لوحده اظن عنده حاجه و30 سنه، فات سمسار او صبي السمسار، قالوا لا انت كبير في السنه في السن مش هيدخلوك، خد اسرتك معاك عشان ممكن انهم يقبلوك على هذا الاساس. وعلى فكره في سماسره قالوا للمصريين ولبعض العائلات في حوادث سابقه، اعمل انك سوري، خد عيلتك عشان تدعي انك سوري، لان السوريين بيسافروا عائله. هو مش في نقطة السفر وفي لا لا مفيش، ما دي في الهجرة غير الشرعية، هو بيوصل بيظبطوه على الـ على الـ على مين هناك؟ على البحر. ما بيرحلوش ولا بيدخلوه؟ هو بقى لو عمل انه لاجئ سوري جايز ربنا يفتح عليه ويقعد. يعني ده نصباية جديدة حكيت لاجئ سوري. بيحفظه واقعد وتعلم اللكنة السوري. ما بقول لحضرتك سماسرة الموت بيبدعوا في النصب، بيبدعوا في الضغط عليه. طالما في نص، يعني في واحد محتاج او واحد اهبل، لا مؤاخذة في الكلمة يعني، انا اسف، او عبيط انه يصدق الكلام ده، هيبقى في نصاب. بيصدق هيبقى في نصاب. ما هو النصاب لا يمكن هينصب على واحد فاهم. وعموما النصاب كمان بيفتري، لان ما فيش قانون رادع. لما القانون يطلع ويطبق 2 3 4 ياخدوا لهم 25 سنة، اظن الموضوع ده هيبقى له فرق، مش هينهي او مش هيقضي على المشكله، ولكن هيبقى في فرق. سعاده السفير، احنا فاضل لنا دقيقتين تقريبا، بقى عايز حضرتك برضو للساده المشاهدين، الموضوع ده موضوع عالمي. طبعا. وبعدين يعني احنا لما نروح لامريكا الجنوبيه وامريكا الوسطى، رايحين على امريكا الشماليه، مش قادره تسيطر على الهجره اللي جايه لها من المكسيك. وبرضو نفس الحكايه، احنا طبعا يمكن اكتر ناس دلوقتي من ليبيا ومن كذا كذا كذا. في الخريطه اللي قدام حضرتك، احنا دلوقتي بقينا اصبحنا زي ما حضرتك قلت ان احنا بلد مع يعني منطقه مقصد ومعبر احنا بقينا ثلاثه، يعني احنا ثلاثه ارواح ما شاء الله. ايوه، يعني هنحد ناخدها من الاول، احنا بنشتغل الثلاثه، اللجنه الوطنيه بتشتغل، يعني ترانزيت نعمل، يعني مش انا ترانزيت ده حاجه مؤقته، يعني بشتغل للصادره من مصر وللوارده الى مصر، بشتغل الاثنين. الوارده الى مصر مش هطول على حضرتك، بنتعاون فيها مع وزاره الخارجيه ومع الاتحاد الافريقي. انا واعد الاتحاد الافريقي، قابلتهم يعني وكنت حاضره وهم سمعوا كلمتي عن اللجنه الوطنيه، هم معجبين باللجنه الوطنيه لانها ايه؟ عباره عن عمليه تشبيك ومش جهاز بيروقراطي مكلف. احنا كام نفر؟ فتلاقينا لما يبقى عندنا ايفنت او حاجه زي بكره كلنا بنشتغل، ما فيش وما فيش يعني امكانيات للدعم اكتر من كده. مش عايزين نكلف الدوله، لو تعرف ميزانيتنا يعني الحمد لله، لكن مش ده اللي هيوقفنا عن العمل، لا لا اطلاقا. قوتنا في قوه الوزارات اللي معانا. فالافارقه الاتحاد الافريقي معجب باللجنه. الاتحاد الافريقي انا وعدته ان الحمله الدعائيه بعملها عربي وانجليزي، لان انا برضو من مصلحتي ان اوقف اللي جاي من تحت. الاستراتيجيه كإطار عام هنديها برضو للاتحاد الأفريقي، وده حاجة كويسة لصورة مصر في العالم الأفريقي مع الدول الأفريقية، وبحمي بلدي من الوارد. الوزارة الخارجية بتعمل برضو معانا تدريبات للقوات اللي بتسمى أو لإدارات ما يسمى بالبوردر كنترول أند بوردر مانجمنت، إدارة وحمايه الحدود. طيب. للافارقه. بكره حضرتك عندك اجتماع مهم، حضرتك بتقولي او حاجه زي كده. بنتكلم يعني حضرتك عن الدراسه. في دقيقه بقى تقول لنا ايه ده الموضوع ده؟ طب ما هي إيه الدراسه اللي انا قلت لسيادتك عليها، اللي كلفنا بيها مركز البحوث الاجتماعيه والجنائيه، وساندنا ايضا في تمويلها مجلس حقوق الانسان، وانا بشكر محمد بيه فايق معرفه عمري بقى وبلدياتي من الدقهليه. فساندنا ماليا، وبنتكلم عن المحافظات الاكثر تصديرا، وهم بيعملوا عرض لهذا الموضوع، كل التيم اللي اشتغل في هذا الموضوع، عشان برضو الإعلام ده للإعلام يا فندم يبقى عارف. وطبعا احنا عازمين المنظمات الدولية باعتبارهم من الجهات المانحة. بس تمام. سيادة السفير نائلة رب، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية اللي تابعة مجلس جدا، أنا الله يكون في عونكم. الموضوع موضوع كبير وصعب ومعقد، انما اداها وليها يعني، وان شاء الله بالتوفيق. معلش بس انا تعبان النهارده، اللي ما بطلتش كلام من الساعه 8 الصبح. ربنا يقويك الصحه ويعوض عليكم في اللي صرفتوه يا فندم ان شاء الله. لا لا لا، ربنا يبارك لهم. لا لا لا، العفو يا فندم. شكرا سياده السفيره. العفو العفو. بشكر حضراتكم، تصبحوا على خير. شكرا.